إذن مع بداية شوط الأفراس بعمري 4 إلى 6 سنوات مع أولى المشاركات المهرة رقم 160 الفرس رقم 160 أمامنا بعدما أخذت جولتها في أرضية الميدان مع مرحلة التقييم. الشوط الذي يشهد مشاركة 10 أفرس بعمري 4 إلى 6 سنوات. شوط يا ألف تقييم الفرس رقم 160 ولا مع مشاركة الفرس رقم 161 والآن رقم 161 أيضا الانسجام ما بين العارض وهذه الفرس. الدوران الأول الآن تقييم الآن لهذه الفرس. الميدان الآن أمام لجنة التحكيم. شهدنا أكيد نتائج جميلة في بطولة الإمارات لمربي الخيول بالنسبة للمهرات بعمري سنة وعمري سنتين، والآن جاء دور الأفراس. دائما الأفراس هي التي تظهر الجمهور ودائما تحصد نتائج أكبر دائما. الآن حالة التقييم نشوف الآن العارض مع هذه الفرس، الآن نشوف الاستطالة أيضا الوجه والعنق أيضا. والآن مع أول النتائج لهذا الشوط الفرس رقم 160 الجوهرة AJH لجاسم محمد عبد الله النقبي بالهوية العربية 19.5 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
20 19.5 19 19.25 الجسم والانسيابية، 17.5 من قبل 5 حكام، 17.18 والقوائم، 15.5 من قبل 6 حكام، 16 من قبل حكم السابع والحركة، 19 من قبل 6 حكام و 19.5 من قبل حكم السابع بمجموع 90.6. إذن الجوهرة AJH ب 90.6. أول النتائج بدايتها بالتسعين، من أمامنا هذه الفرس رقم 162.
نقرأ التقييم الآن لفرس رقم 162. انتهى تقييم الفرس رقم 162، والآن مع مشاركة الفرس 163. والآن مع نتيجة الفرس رقم 161 غلا بي اتش ام لعلي غانم علي هميل المزروعي في الهوية العربية 19.5 من قبل 5 حكام، 19 من قبل حكمين الرأس والعنق، 19.5 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 الجسم الانسيابية، 17.5 من قبل 3 حكام، 18 من قبل 3 حكام، 17 من الحكم السابع، القوائم 15.5 بإجماع الحكام، والحركة 18.5 19.5 19.5 19.5 19 19 بمجموع 90.75. الغلا بي اتش ام لعلي غانم علي هميل المزروعي ب 90.75 نقطة في المركز الأول حتى الآن. أمامنا الفرس رقم 163. إذن الآن مع مشاركة الفرس رقم 164 إلى أرضية الميدان، هذا التوران الأول. اس بسمة للشيخ عبد الله بماجد القاسمي في الهوية العربية 19-19-18-19-19-19 الرأس والعنق 18-75-18-75-18-18-19-19-19-25 الجسم والانسيابية 18-18-18-18-18-19 والقوائم 16-15-15-16-15-16-15 والحركة 19.5 من قبل 5 حكام، 19 من قبل حكمين بمجموع 91.10. المركز الأول الآن للشيخ عبد الله بن مجد القاسمي بواسطة اي اس اسماء 91.10 الأول الآن نقولها حتى الآن. الشوط أزلنا هناك 5 أفرس. هذا الشوط فيه الكثير أيضا.
فرصة رقم 163 أميرة جميرة لمحمد عبد الحميد عبد اللطيف الهوية العربية. 19.5 من قبل الحكمين، 19 من قبل 5 حكام، الرأس والعنق 19 من قبل 3 حكام، 19.25 من قبل حكمين، 18.75 من قبل حكمين، الجسم والانسيابية 17.5 من قبل 4 حكام، 18 من قبل 3 حكام، القوام 15.5 من قبل 3 حكام، 15 من قبل حكمين و16 من الحكم السابع، والحركة 18.5 من قبل 4 حكام، 19 من قبل حكمين، 18 من الحكم السابع بمجموع 89.8. إن هذه نتيجة أميرة جميرة. النتائج الآن جميلة في شوط الأفراس، يعني ما عندنا فرس فرقت بفارق كبير، ولكن الصدارة حتى الآن عند يس بسمة للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي اللي هي غلا بي اتش ام لعلي غانم هميل المزروعي. المركز الثاني ايضا اللي امامنا الفرس رقم 164 توينكل توز لسمو الشيخ علي بن سلطان بن احمد القاسمي هوية العربية، 19 من قبل 5 حكام، 19.5 18.5 بالرأس والعنق، 18.75 من قبل 3 حكام، 19 18 25 19 19، الجسم والانسيابية 17.5 من قبل 4 حكام، 18 17 18.5، والقوائم 15.5 من قبل حكمين، 16 من قبل 4 حكام، 15 من قبل الحكم السابع، والحركة 15.5 من قبل 5 حكام، 19 من قبل حكمين بمجموع 89.85.
الفرس رقم 165 روعة مغيدر لراشد سيف السعيد حماد الزعابي في الهوية العربية 19.5 من قبل ثلاث حكام، 19 من قبل ثلاث حكام، 20 قبل الحكم السابع، الرأس والعنق 19.5 من قبل حكم واحد، 19.25 من قبل ثلاث حكام، 19 من قبل حكمين، 19.75 السبون الانسيابية، 18.5 من قبل حكمين، 18 من قبل خمس حكام القوائم، 15.5 من قبل خمس حكام، 15-16 والحركة، 19.5 من قبل خمس حكام، 19 من قبل حكمين، بمجموع 91.55 أوعة مغيدر في المركز الأول الآن ب 91.55 لراشد سيف الزعابي. قمنا الفرس رقم 167 الترتيب الآن مع مشاركة الفرس رقم 169 دوران الأول 169 دوران الأول ومع نتيجة الفرس رقم 166 دي غرام لمربطة دبي للخيول العربية الهوية العربية 20-20-19.5 في الرأس والعنق 19.5-19.25 19.5-19.75 19.5-19.5 الجسم والانسيابية 19-19-18 18.5-18.5 18 والقوائم 16-15-15.5 15-16-16-15.5 والحركة 19-19.5 19 من قبل أربع حكام بمجموعة 92.6 دي غرام تخطف المركز الأول الآن في الصدارة 92.6 لمربطة دبي للخيول العربية في المركز الأول جميلة لمربطة دبي النتائج بالمجمل جميلة في هذا الشوط شوط الأفراس تعودنا دائما أن شوط الأفراس يبهرنا دائما بالنتائج شفنا التحدي شفنا المنافسة منذ البداية بين الأفراس المشاركة الآن مربط دبي في المركز الأول ب 92.6 ولا حتى الآن فيه نتائج قادمة يعني لا زالت عندنا أيضا أفراس مشاركة نتائج قوية هنا في بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية 2021 هنا في مدينة العين مدينة الجمال دار الزين في مدينة العراق مدينة الأصالة التي تستضيف هذه البطولة للمرة الأولى بطولة جمال الخيل العربية إذن الآن الفرس رقم 170 هي آخر الأفرس المشاركة في هذا الشوط شوط الأفرس وأمامنا الآن نتيجة جديدة نتيجة الفرس رقم 167 ياسمينة الفارس لحامد محسن ناصر الحارثي الهوية العربية 18-19-18.5 18-18.5 18.5 الرأس العنق 18-18.5 18.5 18.25 18.5 18.25 الجسم الانسيابية 17-17.5 17.5 17.5 18 17.5 والقوائم 15-15.5 15 15.5 15.5 والحركة 18.5 19 من قبل أربع حكام 18.5 18.5 بمجموع 88.15 نتيجة ياسمينة الفارس 88.15 أمامنا الفرس رقم 170 تقيم من قبل
لجنة التحكيم أنا العارض وأنا إذا تركيز مع الفرس أيضا الحكام كل حكم يقيم ما من زاوية كل حكم له وجهة نظر معينة كل حكم أيضا له نقاط معينة ملاحظات معينة إذا انتهى تقييم الفرس رقم 170 كل الشكر للجنة التحكيم وكل الشكر لحكم الساحة ولمساعد حكم الساحة الإماراتي عيض المنهالي القادم بقوة في مجال التحكيم و انتظار الآن نتيجة نعم الآن مع نتيجة الفرس رقم 169 ام او مزيونة لمحمد خلف احمد العتيبة في اللوية العربية 18 ونص الرأس والعنق 18 ونص 18 25 18 25 18 25 18 25 الجسم الانسيابية 17 ونص 18 18 19 17 ونص 18 القوام 15 15 ونص 15 ونص 15 ونص 16 ونص 16 15 ونص والحركة 18 ونص 19 19 19 18 ونص 18 ونص في مجموع 89.45 نتيجة ام او مزيونة 89.45 لنا نتيجة في هذا الشوط نتيجة الفرس رقم 170 أمونة المطلعي لأحمد حمد سليمان المطلعي اليماحي نتيجة أمونة المطلعي رقم 170 لأحمد حمد المطلعي اليماحي في الهوية العربية 19 مقابل 4 حكام 18 ونص مقابل 3 حكام رأس العنق 19 18 75 3 حكام 18 ونص من 3 حكام الجسم الانسيابية 18 مقابل 5 حكام 18 ونص مقابل حكمين القوائم 15 ونص مقابل 5 حكام و16 مقابل حكمين والحركة 18 ونص مقابل 6 حكام 18 مقابل الحكم السابع بمجموع 89.65 أمونة المطلعي 89.65 إذن النتائج التالية المركز الأول من نصيب دي غرام لمربطة دبي الخيول العربية ب 92.6 المركز الثاني روعة مغيدر 91.55 المركز الثالث إيس بسمة 91.10 المركز الرابع غضا بي اتش ام ب 90.75 المركز الخامس الجوهرة اي جي اتش ب 90.60 السادس وينكل توز ب 89.85 والمركز السابع أميرة جبيرة ب 89.80 كل الشكر والتهاني للفائزين السبعة في هذا الشوط الذي تصدرته بغرام ب 92.6 و دعوة السيد خليفة عبد الله النعيمي الرئيس التنفيذي لإسطبلات الأريام العربية للتفضل بتتويج حاصلين على المراكز السبعة الأولى في هذا الشوط.
anomaly, and I'd choose.